بالعودة للقاء، لكن الأداء المصري لمسات القائد أمامنا هو المايسترو أحمد حسن، سيد معوض، حضراتكم بقى المثلثات اللي بتتعمل والكرات الحلوة والحيرة، خلاص بيلعبوهم بيحيروهم كفاية كفاية، حرام للكاميرون في هذه اللحظات. ادي امامنا البطل يعلن عن نفسه مرة تانية، والبطل اذا كان خرج من كأس العالم فهو موجود في هذه البطولة اللي بيحلم بلقبها السابع والثالث ان شاء الله على التوالي. وادي امامنا الكرة، حسام غالي، يا غالي يا غالي يا حسام يا غالي، لو كانت راحت لكن الكرة تطلع لخارج الملعب.